سورة النساء آية 81. آية 81 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقولون طاعة، من الذين يقولون هذا؟ المنافقون، المنافق وبعض اليهود يظهرون الإسلام أمام النبي ويظهرون الطاعة أمام النبي، فإذا انفردوا لأنفسهم في بيوتهم أظهروا الكفر وبينوا أنهم على غير خلاف ما أظهروا. وإذا لقوا الذين آمنوا إيه؟ قالوا آمنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما إبدا. طائفة من الكفار كانت بتعمل كده، والكفار في منهم أهل الكتاب. كثير من اليهود يظهر الإسلام ويبطن الكفر ليفسد الإسلام على المسلمين، يعيش في وسط المسلمين مسلم وفي وسط اليهود يهودي، ويعيش عمره كله كده. وليس ذلك في عصر النبي فقط، بل في كل عصر إلى يومنا هذا. وما نشأت المذاهب الضالة إلا على أيدي يهود، كالإسماعيلية وكالباطنية وكالروافض والخوارج وعبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي كان سببا في مقتل سيدنا عثمان، والذي كان سببا بعد ذلك في فتنة المسلمين. فإذا في كل عصر في يهود يلبسوا ثياب الإسلام والمسلمين، ويؤموا الناس في المحاريب، ويعتلوا المنابر على أنهم مسلمين، وهم في الحقيقة يهود، كمن يلبسون الطيالسة في أصفهان وإيران وغيرها من البلاد، كالخميني وغيره. كل هؤلاء أصلهم يهود، لا نسب لهم في الإسلام، وإن ادعوا أنهم أشراف النسب لا نسب لهم، كما ادعى الفاطميون في مصر أنهم من أبناء سيدتنا فاطمة، وهم أبعد الناس عنها، وهم عبيديين كفار يهود، وحكموا مصر 400 سنة على أنهم فاطميين، وهم ليسوا بالفاطميين، وليس لهم أي دخل بهذه النسب. ولما جاءوا مصر وأعلنوا نسبهم أنهم فاطميين، خرج إليهم أشراف مصر الذين يعرفون الأنساب، وقالوا اذكروا لنا نسبكم، من أي نسب أنتم إلى فاطمة؟ فجاءوا إليهم بالذهب والسيوف، وقالوا نسبنا هذا، يعني الذهب، خذوا ذهب واسكتوا، وإن لم تقبلوا فالسيف نقتلكم، هذا هو نسبنا، الذهب والسيف. فإذا في كثير من الناس يقول أمام المسلمين أنا مسلم، وهو لما يقعد مع أتباعه يبيت ما لا يقول. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني يبيتون في بيوتهم وفي أسرارهم غير ما يظهرون، والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. يبقى أنت تعمل إيه؟ تعرض عن هؤلاء جميعا، تعرض عن الوهابية، تعرض عن الإسماعيلية، تعرض عن القديانية، تعرض عن الشيعة، تعرض عن الروافض، تعرض عن هؤلاء جميعا، لأن هؤلاء كلهم أصلهم يهود أو مدعين، وقسموا الأدوار. قسموا الأدوار يعني طائفة منهم تعادي طائفة علشان يجعلك يلتبس عليك الأمر، تقول إزاي هم دول كلهم كده هم بيعادوا بعض؟ لا، أكيد التانيين دول أحسن من دول، وهم كلهم تقسيم أدوار، بيقسموا الأدوار على أنفسهم. كل ده ليه؟ علشان يفتنوا المسلمين عن دينهم.
ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة. والتبييت ما كان بليل، كل ما كان بليل يعني يقال في السر. وعشان كده معظم الفرق ده ايه يعملوا اجتماعاتهم ايه؟ في البيوت، في الاسرار. كل الطوائف الفرق المخالفة لإجماع المسلمين تجد اجتماعاتهم سرية، يبيتون يعني يجتمعون سرا، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم. نعمل احنا ايه بقى؟ نحاربهم؟ ولا ابدا، احنا مأمورين بديننا اننا ناخد الامور الناس بظاهرها وخلاص، لكن في نفس الوقت نعرض عنهم ولا نسير خلف دعواهم الباطلة، لأننا أمة علم وأمة دليل. فإذا جاءوا بالباطل علمناه بالأدلة وبما تعلمناه، فلا تسمع لهم ولا تتعرض لهم، فأعرض عنهم وتوكل على الله، لأن الله ناصر المؤمنين وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه بصدق. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فسيفنا فيهم حسبنا الله والنبي. يلا يا سيدي. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والعجيب أنهم لو تدبروا القرآن وعلموا أنه من عند الله لغيروا ما بأنفسهم من نفاق وكمل إيمانهم، لكنهم لا يتدبرون القرآن. لو تدبروه لعلموا أنه الحق، لكنهم لا يتدبرون. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى الأمور بنظرة الهوى، ومن نظر بهواه لا يرى الحق، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فهم يروا الآيات ولا يرون الآيات، يرونها بمنظار الهوى فلا يرون أنها آيات ولا أنها دلالات واضحة على صدق هذا النبي. لماذا؟ لأنهم ينظرون إليها لا لغرض الوصول إلى الحق، بل ينظرون إليها لغرض مجاراة المسلمين وخداعهم فقط. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يوجد تناقض في القرآن، ومن رأى تناقض في القرآن يحتاج إلى أن يفهم ليحل التناقض، لأنه لا يوجد تناقض في القرآن ولا اختلاف. فإذا ظهر لك بظاهر الفكر أن هناك آية تخالف آية، فاذهب إلى أولي العلم يرفعون عنك التناقض ويبينون لك أنها هذه الآية تتكلم في جهة والآية الأخرى تتكلم في جهة، فلما تنفك الجهات ينفك التناقض. زي ما قلنا بالأمس، قل كل من عند الله، وبعدين بعدها يقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك. هو من عند الله ولا من نفسي؟ في ظاهرة كده تناقض، أنت بتقول كله من عند الله، وبعد شوية تقول لي بعدها بآية واحدة ما أصابك من سيئة فمن نفسك. هو منك ولا مني؟ هو من عند الله ولا من عندي؟ شفت في ظاهرة تناقض ازاي؟ لكن لما تفهم معناها، قل كل من عند الله خلقا وإيجادا، وما أصابك من سيئة فبسبب كسبك وسوء اختيارك ابتلاء لك. فهمت ازاي؟ يبقى انفكت الجهة، يبقى الجهة الأولانية بيتكلم عن الخلق والإيجاد، والجهة الثانية بيتكلم عن الكسب والاختيار. فانفكت الجهة مفيش تناقض. فاللي يشعر ان هناك تناقض يبقى عنده سوء فهم، عليه ان يذهب الى اولي العلم يحل له التناقض. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفضل يا سيدي. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف،
يجي لهم امر ان المسلمين في امان وفي رخاء، او يجي لهم امر ان المسلمين في خوف او في هزيمة او في نقص او في خسران، لان الله يقلب الايام على الناس، يبتليهم بالغنى كما يبتليهم بالفقر، يبتليهم بالرفع كما يبتليهم بالخفض. فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعملوا إيه؟ يرجفوا في بلاد المسلمين الإشاعات، فيسفهوا ما فيها من خيرات وإيه؟ ويقووا ما فيها من ضعف، فيبالغوا في الأخبار الإشاعات، مرجفون في المدينة، الإرجاف، يذيعوا بالأمور التي تخيف الناس فيبالغوا فيها حتى يرعبوهم، ويسفهوا أي إنجاز ينجزه المسلمون. فالإنجاز الذي ينجزه المسلمون شيء تافه لا شيء فيه، وأي تهديد يهدد المسلمين يبالغوا فيه ويضعفوا من عزيمتهم، وأنهم لا يستطيعون مواجهته، وعليكم الاستسلام، وعليكم وعليكم، وهكذا. في كل زمان تجد هذه الفرق، والآن نحن نعاني منهم، وقبل هذا كنا نعاني منهم، وسوف نعاني منهم إلى يوم القيامة لحد ما يخرج الدجال، هتفضل هذه الأمور موجودة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني أذاعوا به في الأمن يسفروه، وفي الخوف يضخموه. ولو ردوه، شوف أذاعوا به، يعني الإعلام، الإذاعة، التلفاز، وسائل الإعلام المختلفة، وكان زمان الشعر وسيلة من وسائل إذاعة الأخبار، والغناء وغير ذلك مما يفعلونه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولكن لما يطرأ عليهم أمر كان الأولى بهم بدلا من أن يرجفوا في المدينة أن يرجعوه إلى سنة النبي فيفعلوا فيفهموا المراد منه، أو يرجعوه إلى أولي الأمر أي العلماء فيستنبطه ويستنبط الحكم فيه أهل الاجتهاد وأهل الاستنباط. وهذه الآية تدل على جواز التقليد للمزاج، لأن ليس كل إنسان قادر على أن يكون مجتهد. طب والغير قادر على الاجتهاد يعمل إيه؟ يقلد المستنبط، يعني المجتهد. ولو ردوه إلى الرسول إلى سنته وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي من العلماء، ليس كل عالم مجتهد. فإذا عرض على طائفة العلماء ظهر من بينهم من يستنبط ويجتهد فيعرف الحكم فيدل الناس على الخير. وأصل الاستنباط هو استخراج الماء، يسموه نبطي، نبطي اللي هو بيستخرج الماء. والله سبحانه وتعالى استعمل كلمة يستنبطونه لأن الماء حياة للأبدان والشرائح حياة للأرواح، فهناك شبه بين الماء وبين الشريعة. الشريعة حياة للأرواح وللقلوب، والماء حياة للأبدان وللأجسام. لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بالنبوة والرسالة والعلماء وحب الخير، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إلا قليلا من العباد الشكور ومن العباد المؤمن، لأن الله يقول وقليل من عبادي الشكور. يلا يا سيدي. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. نعم. وحرض المؤمنين عسى. لا لا كلها رقيقة. وحرِّض المؤمنين، لأن الحاء رقيقة والراء إذا كسرت بقت رقيقة، مش كده برضه؟ والضاد لما إيه؟ لما هتيجي بعدها مكسورة كمان هتبقى أرق ما تكون،
وحرض المؤمنين، وحرض المؤمنين، مش وحرض، لا وحا، مش وحا، وحا. يلا وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه الآية تدل على أن أشجع الخلق على الإطلاق نبينا. ليه بقى؟ لأن ربنا بيقول له إيه؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني لو واجهت الأكوان منفردا لا تتراجع. فيبقى معناه أمة النبي على مستوى الأفراد لو واجهت أكثر من ضعفها لها أن تتراجع. يعني لو جيش المسلمين 1000 وقدامه 3000 ليهم يتراجعوا، ما يقاتلوش، مش كده برضو؟ طب النبي قدامه بقى كل الأكوان لا يتراجع، يبقى من أشجع الخلق على الإطلاق هو نبينا، لأنه يقاتل بالله. فإذا كان بالله فيبقى ليس أمامه شيء ولو اجتمعت خلايا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فالنبي ليس له رخصة في التراجع ولو منفرد، وأمته لضعفها لها أن تتراجع لو كان أمامه ضعف أكثر من الضعف. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وعسى في القرآن تأتي بمعنى القول المحقق، وعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أشجع الناس إذا حمي الوطيس فرسان الصحابة تحتمي به، ويبقى هو أقرب الناس للعدو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا حمي الوطيس نزل من على فرسه أو على بغلته ويقاتل راجلا على قدميه. والقتال اللي على القدم ده معناه قتال الايه؟ قتال الابطال المغاوير الذين بقى يعني بذلوا اقصى جهد ويريد ان يقاتل حتى يموت. فكان النبي ينازل لما يشتد القتال ينزل من على الناقه ويقف، وينزل من على الفرس ويقف، ويقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، ويختبئ خلفه فرسان الصحابه ويكون هو اقرب الناس الى العبد صلى الله عليه وسلم، وأشجع الناس على الإطلاق. سيدنا علي وهو من أشجع الصحابة، وكان الصحابة نفسهم فرسان الصحابة بما فيهم خالد بن الوليد، يقولوا لا فتى إلا علي، لا فتى إلا علي، رفع باب خيبر بكتفه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي، سيدنا علي هو اللي بيقول إيه؟ كنا إذا حمي الوطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان تعرف بس قدر هذا النبي ورباطة جأشه وقوة قلبه الذي تحمل نزول الوحي والذي لا يتحمل الجبال صلى الله عليه وسلم. وحرض المؤمنين حتى ينالوا ثواب الجهاد، لأنك سوف تجاهد، تجاهد منفرد أو مع المؤمنين، ولكن لأن النبي قاسم والله يعطي فأراد أن يشرك المؤمنين في أجر الجهاد. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أشد قوة وأشد تنكيلا بالأعداء. فالتوكل على الله والتعلق بالنبي يجعلك أقوى من أي موقف ومن أي عدو، كلما ازددت تعلقا بهذا النبي وتوكلا على الله. يلا يا سيدي. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. من يشفع شفاعة حسنة، ايه هي الشفاعة؟ انك انت تقوي مظلوم على الحصول على مظلمته. المظلوم بيبقى وتر لوحده لما تيجي انت تقوي شفاعته، مش الشفع زوج والوتر فرد.
يبقى الشفاعة معناها تقوي المنفرد حال مظلمته فتقض بجواره. من يشفع شفاعة حسنة، والشفاعة الحسنة هي أن تشفع للمظلوم أو للمسلم عند أهل الحق القادرين على أن يعطوا حقه قبل أن يصل الأمر إلى القضاء. فإن وصل للقضاء فتبقى شفاعة سيئة، تترك بقى القضاء يمشي في مجراه. المخزومية لما سرقت أرادوا إن هم إيه يشفعوا فيها، بس بعد ما سرقت وعرض الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كان هو القضاء، فرفض الشفاعة فيه وقال لو سرقت فاطمة بنت محمد وحشاها، بس دي عشان اسمها فاطمة، اللي سرقت المخزومية كان اسمها فاطمة برضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من قبلكم أنه كان إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق الشريف أقالوه. يعتبر أن الشفاعة سيئة إمتى؟ لما تكون عند القضاء. وصل الأمر للقضاء اسكت، ما تتكلمش ولا تدور على معارف. لكن قبل ما يوصل الأمر للقضاء، اتنين من جيرانك متخانقين مع بعض ولسه ما وصلوش للشرطة، تروح أنت تصلح بينهم، دي شفاعة حسنة. يا جماعة ما يصحش، الشفاعة حسنة، إصلاح ذات البين. لكن وصل الأمر للقضاء اترك القضاء بقى هو اللي يبحث. لما تتدخل أنت في الأمر والقضاء بينظر دي، هي دي الشفاعة السيئة. تؤدي إلى إيه؟ إلى المحاباة وإلى عدم سيادة القانون كما يقول بإيه؟ بمفهوم العصر الحديث. فالمفروض أن الناس أمام القانون سواسية. فما ينفعش طالما وقفت أمام القانون، منصة القانون، يجي شفاعة. شفاعة معناها هيبقى في ناس ايه القانون بعيد عنهم، ولا ينال الا الضعيف كما يحدث في كل بلد ظالم. القانون يكون على الضعيف، اما على الشريف فلا قانون. دي شفاعة سيئة تؤدي الى الظلم والمظالم. من يشفع شفاعة حسنة يعني يصلح ذات البين قبل ان تصل الامور الى القضاء، يكون له نصيب منها، ياخذ ثواب كبير بالإصلاح بين الناس، عبادة كبيرة الإصلاح بين الناس. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة السيئة اللي هي إيه؟ يميز الناس أمام القانون، ما يبقاش في سيادة للقانون، يبقى القانون يعاقب الضعيف وإيه؟ ويحابي القوي. هنا الشفاعة السيئة. يكون له كفل منها، هيبقى هو جزء من النظام الظالم. وكان الله على كل شيء مقيتا. المقيت بمعنى القدير، وبمعنى المظهر الأشياء في أوقاتها، جاي من الوقت أو جاي من القوت، يعني الرزاق الذي يقيت الناس. فالمقيت كلمة كبيرة لها مشتقات كثيرة، جاي من توقيت ظهور الحق، وجاي أيضا من أرزاق العباد حيث أنه هو الذي يقوتهم ويقوم بأرزاقهم، وجاي أيضا من القدرة على ذلك، ففيها معنى القدرة والغنى والإغناء. وكان الله على كل شيء مقيتا. فضل يا سيدي. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذا حييتم بتحية، أي تحية، سواء التحية كانت سلام أو التحية كانت هدية، يعني واحد حيك بهدية، عليك أنك أنت تقبلها وترد بأحسن منها. وكذلك إذا حيك بتحية، تحية سلام، عليك أن ترد بأحسن منها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، يبقى رد التحية واجب لأنه أمره، فحيوا بأحسن منها. واحد بعت لك مسج على الموبايل، يبقى واجب عليك ترد، لأن إرسال المسج على الموبايل يقول لك مبروك مثلا، دي مستحبة. لكن إذا أرسل إليك العمل المستحب، واجب عليك أن ترد.
يبقى التحية إنشائها مستحب وردها واجب. إنشاء التحية سنة ورد التحية واجب. والسنة أعلى من الواجب في هذه الحالة. تملي الواجب أعلى من السنة بسبعين درجة إلا في إبداء السلام. فبدء السلام سنة ورد السلام واجب وبدء السلام أفضل، فإن السنة تسبق الواجب في الثواب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. سيدنا إبراهيم لما جاء الملائكة قالوا إيه؟ قالوا سلاما. أم رد عليهم قال لهم إيه؟ قال سلام. يبقى تحية سيدنا إبراهيم أقوى. ليه؟ لأن تحية سيدنا إبراهيم جملة إسمية، والجملة الإسمية أقوى من الجملة الفعلية. هم قالوا سلاما منصوبة، أما قال لهم إيه؟ سلام، تبقى أقوى. فهمت؟ ليه؟ لأن الجملة الفعلية أقوى من الجملة الإسمية لأنها أثبت. الجملة الإسمية أقوى من الفعلية لأن الإسمية أثبت، مش متعلقة بزمن، ففيها نوع الثبات. يبقى إذا حييت بتحية تحيي بأحسن منها. واحد يقول لك السلام عليكم، قل وعليكم السلام، دي كده مثلها. وأحسن منها ورحمة الله وبركاته. دي بتبقى إزاي؟ وهكذا في كل تحية. إن الله كان على كل شيء حسيبا، يعني ربنا يحسب لك أجرك وثوابك في كل أفعالك فلا يضيع عليك عمل. تفضل يا سيدي. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد. سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.